أنتم لا تنظروا إلى الجناية في حد ذاته إذا الآن يقال لكم صدام كم جناية جنا عددوا الجنايات يمكن أن تعدوا له مئة مليون جناية بمختلف الأنواع الذين قتلهم، الذين شردهم، الذين أخافهم، الذين أدخلهم في المعتقلات، الذين عذبهم، يمكن تعدون له مية مليون جناية، ولكن في الواقع الجناية الواحدة ربما لا تكون جناية واحدة. ربما الجناية الواحدة تكون عشرة آلاف جناية نحن لا نحيط ولكن الله سبحانه وتعالى يحيط إذا واحد قتل واحد فهل هذه جناية واحدة؟ لا يمكن بقتل هذا الرجل ابن تشرد قتل الأب الابن بقي بلا من يدير شؤونه هذا الولد الذي قتل تحول إلى جاني من جنات التاريخ وارتكب مليون جناية فهذا القاتل في الواقع ولو بالمباشرة ارتكب جناية واحده ولكن بالتسبيب ارتكب مليون جنايه. ولاحظوا الحلقات المتتابعه لهذه الجنايات الى يوم القيامه. فجاني مثل صدام هل يمكن ان ينال جزاءه بهذه الاشياء؟ الطفيفة التي يلاقيها في هذه الدنيا. جاني مثل الحجاج هل لاقى جزاءه في هذه الدنيا؟ الجواب كلا. هؤلاء الطالحون يعني امثال هؤلاء الطالحين يعودون الى هذه الدنيا حتى ينالوا جزاءهم في هذه الدنيا قبل الاخر